تحياتي إذن في القسم الثاني من مداخلتنا حول إدوار سعيد بين يعني الثقافة الإنسانية في مقاومة يعني الكولونيالية والإمبريالية في الفصل الثالث المقاومة والمعارضة. قلنا لم تكن الإمبراطورية حسب سعيد حقيقة ثابتة، ولم تكن أبدا قوة التجانس التي اعتقدها مهندسوها ذات يوم. يكتب في هذا السياق هناك وجهان لكل رواية، والإمبريالية ليست استثناء، ويعود إلى فكرة التجارب المتضاربة التي يناقشها في الفصل الأول لتذكير القارئ بأن الإمبريالية وخصومها قاتلوا على نفس التضاريس وتنازعوا على نفس التاريخ. أن تجربة تلك التضاريس وهذا التاريخ هي التي تختلف إلى حد كبير بين الجانبين. في لحظة ما بعد الاستعمار أصبحت تجربة المواطن الأصلي في المناطق المستعمرة سابقا صوتا لها أخيرا. استخدم دوار سعيد المؤلفين الأدبيين والنقاد الثقافيين على حد سواء إلى رسم هذا التحول، فهو ينتقد الحركة من الاستعمار إلى القومية التي تجسد الهوية بدلا من الاعتراف بالطبيعة الهجينة وتحاكي مشروع الإمبريالية، ويدعو بدلا من ذلك إلى التحول نحو ما يسميه التحرير من الهيمنة نحو واقع التحرير. تقاوم المرات السردية المرسومة والمسيطرة عليها بالفعل، وتلتف حول أنظمة النظرية والعقيدة والأرثوذكسية. علاوة على ذلك يتطلب التحرير الاعتراف بالمجتمع العالمي والوعي بأن العالم كان وما زال مترابطا بشكل عميق منذ زمن الإمبريالية حتى الوقت الحاضر. إذن هذا بالنسبة إلى الفصل الثالث الذي هو المقاومة والمعارضة، يعني الذي ركز فيه إدوار سعيد على العلاقة المتبادلة المعقدة بين الإمبرياليين والمستعمرين، وسلط ضوء على التغيير الجذري الذي طرأ على الخريطة العالمية في النصف الثاني من القرن العشرين. يعني بعد ذلك في الفصل الرابع هناك تذكير من يعني تذكير من إدوار سعيد يعني في هذا الفصل الرابع والأخير المعنون التحرير من الهيمنة إلى المستقبل. يركز الفصل الأخير من الكتاب والذي يتكون من ثلاث أجزاء على الولايات المتحدة. ومن وجهة نظر إدوار سعيد فإن الهيمنة العالمية التي حققتها الولايات المتحدة في عام 1945 شابهتها مشاريع إمبريالية مثل حرب الخليج سنة 1990-1991. يحث سعيد قراءه الأمريكيين على التواصل عالميا ومعرفة المزيد عن العالم، ويختتم الكتاب بإعادة التأكيد على تهجين جميع الثقافات وبالتأكيد على فائدة المنهج الاتباقي في التعامل مع القضايا المطروحة. ويقول كل من المستعمرين وشعوب المستعمرة بإعادة اختراع الهوية الثقافية بناء على تأثيرات الإمبريالية. في هذا الفصل الرابع التحرر من الهيمنة في المستقبل يتصارع سعيد مع القوة العظمى المتبقية في العالم أمريكا، التي كان صعودها بلا منازع تقريبا عندما قام بتأليف الكتاب في أوائل التسعينات. ويلاحظ الطرق التي يستمر بها استخدام خطاب الإمبراطورية في الزمن المعاصر، وخاصة في الفترة التي سبقت حرب الخليج عام 1991، وتكثر الاستعارات الإمبراطورية حول الثقافات وشعوب المهمشة. تملي هذه الاستعارات أن الآخر في هذه الحالة العربي أو المسلم أو الفلسطيني أو العراقي، أو يجب أن يتم تعليمه وترويضه وتنويره وربطه بالرؤية الأمريكية للحرية وسيادة القانون. ولكن والآن أصبح هناك جهاز إعلامي أمريكي ذو نطاق دولي قادر على إدامة هذا المشروع الإمبريالي الجديد. إن استياءه واضح، استياء إدوار سعيد من هذا المعامل ومن هذا الاستعمار الثقافي، من هذا الغزو الثقافي، واضح فيما يتعلق بالصمت المثقف العام أمام تواجده في هذا المشروع، مشروع محافظ الجديد، مشروع نيو ليبرالي، مشروع الإدماجي والإلحاقي. وهو يدعو الأكاديميين والنقاد إلى تحدي العقيدة والسلطة الإمبريالية والإمبراطورية. للقيام بذلك يجب على هؤلاء المفكرين والكتاب تجاوز حدود القومية وحدود الوطنية والهوية الجوهرانية، وبدل من ذلك يتبنون مفهوم أكثر تحرر من الهوية يحتوي على جوانب متعددة، وهو ما يمكن للقارئ أن يسميه تقاطعية اليوم. في نهاية المطاف يقول سعيد لا يوجد أحد اليوم هو شيء واحد محض بشكل محض، ولا توجد ثقافة اليوم تدعي أو ينبغي لها أن تدعي سلطة فردية أو تفوق أو هيمنة على ثقافة أخرى.
وهذا الإعلان يعني هو في حد ذاته تحدي للثقافة الأمريكية وللإمبريالية وللإمبراطورية وللمنزع الكولونيالي، وفيه تشريع للتعدد، تشريع للاختلاف، تشريع للنسبية الثقافية. إن الاعتراف بهذه الحقائق هو المكان الذي ينتظرنا فيه مستقبل ما بعد الإمبراطورية حقا. فمتى نرى هذا المستقبل ما بعد الإمبراطورية؟ ألا ننتقل من هيمنة إمبراطورية معينة، إمبراطورية أمريكية، إمبراطورية أوروبية، إلى إمبراطورية جديدة، ربما تكون إمبراطورية صينية أو روسية أو شيء من هذا القبيل؟ متى نتحرر؟ متى نصبح أحرار؟ ربما يحمل لنا الغد. يعني ألا ينبغي أن نؤكد هويتنا بشكل ربما تقاطعي، ربما بشكل تباقي، ربما بشكل تعددي، ربما بشكل يعني مركب؟ ولكن أليست الهوية ضرورية لمقاومة العولمة، لمقاومة الإمبراطورية، لمقاومة الإمبريالية؟ شكرا جزيلا حسن هذه انتباهكم، أرجو أن تكون هذه المداخلة قد نالت رضاكم، التي كان عنوانها الثقافة الإنسانية عند أدوار سعيد في مقاومة يعني الإمبريالية والكولونيالية. أرجو أن نعيش في عالم غير ما بعد كولونيالي. شكرا، إلى اللقاء.